I'm very happy to teach you this course face to face. سعيد جدا أن أكون معاكم في تدريس مساق الفيس تو فيس English 1. إن شاء الله تكونوا عند حسن ظن إن شاء الله. نشتغل كويس مع بعض، تكون الأمور إن شاء الله تمام، وكلكم تحققوا إن شاء الله big success، نجاح كبير إن شاء الله. As I said before، كما حكيت من قبل، إنه throughout من خلال هذا الكورس إن شاء الله حنغطي 6 units، 6 وحدات. Unit number 1 و unit number 2 and unit number 3 لغاية الميد. واللي حناخده we will not include it، مش حنرفقه في الفاينل. إذا أخذنا الأولانيات 1 و 2 و 3 ربنا إن شاء الله يكرمنا وننجز إن شاء الله أول 3 وحدات بكون تمام، بنكون خلصنا منهم خلاص، we leave them، بنخليهم على aside أجانب، وبنبدأ في unit 4 و 5 و number 6. إذن بضل علينا unit 4 و 5 و 6 لمين؟ للفاينل. طبعا as I said before احنا we divided، قسمنا الفيس تو فيس هذا الكتاب الانترميديت، الكتاب اللي معانا هذا فيس تو فيس، into two parts، لقسمين. البارت الاول من يونت 1 ليونت نمبر 6 في اللي هو انجلش 1، حنروح نكمل ان شاء الله في انجلش 2، حناخذ نمبر 7 ل up to 12 ل 12، يعني 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 12، 6 في 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 انجلش 1، والسته الثانيات حيكونوا left، متبقيات ان شاء الله the rest حنخليهم لانجلش 2. اذا في المساق الاثنين انجلش 2 بينزل معكم نيكست سيمستر ان شاء الله، الفصل الجاي بيكون ممتاز، ما نزلش عاد، المهم ان شاء الله بنكمل الستة اللي ضايلات. اند اذا في عندنا اللي هو 3 يونتس في في الميد والثلاثه اللي متبقيات للفاينل، هذا طبعا عليهم 30 ماركس، 30 علامه، وهذا الفاينل عليه 50 ماركس. بتضل 20 ماركس ليفت للاكتيفيتيز والاسايمنتس، واللي هو التعيينات والنشاطات والاتندنس، الحضور من خلال اللي هو ايش الفصل. سو ليتس اللي هو تيك بنفيت اوف تايم، نستفيد من الوقت ونبدا في يونت نمبر 1. از يو كان سي هير اتس انتايتل، اطلعوا على التايتل بليز، وي هاف وات از ذا تايتل اوف ذس يونت؟ بي Be happy. Be happy. It's a very lovely and beautiful topic. إن نبدأ في unit number 1 ونكون كلنا نكون be happy. We ought to be happy. We should be happy. Why not to be happy? وعرفنا ال opposite لا اللي هو happy is sad. Happy. Unit number 1. خلينا نمسح هذا. Unit 1, be happy. Happy. Sad is the opposite, right? And unhappy. And the noun of happy is what? Happiness? Happiness is the noun of what? Happy. And throughout من خلال الكورس we will حنتعرف على الفوكاب. في عندنا في الطرف هان لو اطلعتوا if you have a quick look we have here vocab, vocabulary, weekend activities, and item number 2 grammar, question forms, اشكال للاسئله. Right, let's move to activity number 1. We have here a table
and we have two columns, column number A and column number B. العمود الأول والعمود الثاني. And we have here verbs. Match the verbs in A to the words or phrases in B. Then check in language summary في summary page 127. We have here visit, have, go, to, chat, have, do, meet up. You can study it quickly. طلعوا على الجدول please. Let's match. خلينا نوصل يا بنات المفردات أو الverbs الأفعال الموجودة في A to the words or phrases إلى الكلمات الموجودة في B. We have here. Sorry. We have في B بنات في عندي ally in relatives or concerts, gigs and festivals. Who can match? من يعمل match؟ من يعمل توصيل يا بنات؟ visit لا طبعا لا relatives. زيارة مين؟ الأقارب. And we have ally in. What does it mean ally in؟ لو فتحنا بنات قلت لكم أنا لو فتحنا على آخر الكتاب حنشوف في السمري what lie in means. ايش معنات lie in؟ نروح خلينا نفتح على اخر الكتاب بنات نشوف اللي هو شرح ال lie in. في السمري بليز 100 Summary 5. Summary 1. طلعوا على البيكشر بنات اللي موجودة هان هيهم على الطرف عندكم هان هيهم. We have a lie in. Who can read? من يطلع بنات على lie have a lie in. When you stay in bed longer than usual in the morning. عندما تنام متأخر في يوم إجازتك. I often have a lie in on Sundays. So lie in means أن تبقى في السرير متأخرا يعني على غير العادة يوم الإجازة على سبيل المثال في الويك إندز. إذا lie in يستلقي في السرير إلى وقت متأخر اللي هي lie in. تمام خلينا نشوف اللي هو have كمان عندكم have people round for dinner invite أبنات نفس في نفس المجموعة have people round for dinner invite people to dinner invite people to your house to have dinner we are having Tom's parents round for dinner on Sundays and have people round يستضيف invite يدعو صح في number two في نفس في الطرف اللي عندكم هان هيا أبنات أي طرف هان We tidy up. هذا عارفينها tidy up. What does it mean tidy up بنات؟ يرتب. يرتب. Tidy up. يرتب المنزل أو الفلات. Put things back in the places where you usually keep them. I usually tidy up the flat before I go to work. So have a lie in. يستلقي في السرير. Than usual. على غير العادة. We have people round for dinner. يستضيف ناس في المنزل. We tidy up. يرتب. صح؟ Go back to the column that we started. نرجع تاني يا بنات على العمود الثاني اللي بدينا فيه. نرجع تاني.
أي العمود يا بنات؟ visit قلنا relatives و have ally and go to concerts gigs festivals. وعرفنا أخذنا كلمة concerts اللي هو حفلات موسيقية و gigs is an informal word كلمة بشكل غير رسمية لميل للconcerts festivals مهرجانات. chat we عنا have في عنا chat we have we do chat with what chat to friends online chat مع to friends we have a quiet night and يعني ليلة هادئة we do yoga يعمل اللي هو تمارين اليوغا is an chat to friends we have a quiet night and we do yoga meet up yes meet up with the friends tidy up the house the flat go to museum what does it mean museums المتاحف متحف متحف art galleries معارض فنية gallery معرض gallery معارض فنية we do number finally do exercise يقوم بأداء تدريبات exercise we have people around for dinner أخذناها تو to invite someone to your house for dinner تدعو شخصا invite للعشاء we go out يذهب مع شخص for a drink or meal yes again want to do the first one مين يعمل للبنات في عندكم الطرف الأول اللي هان يعمل number one visit we yes who can do the first part yes relatives مين relatives الأقارب قلنا الكازين الأنت الأنكل كذا ما عدا مين المذر والكذا هذول نسميهم مين parents صح نقولش عنهم relatives gigs and festivals مهرجانات صح yes two please Yes, yes, please. Meet up with the friends. The flat. Museums. What does it mean, museums? المتاحف والارت galleries والمعارض الفنية. Yes. اوكي تمام يا بنات اوكي بنات ليتس جو تو حدا في عايز بنات في الماتش عايز ايش يا بنات تمام الامور عرفنا كله كويس هذا بنات لو قلنا لكم في اخر الكتاب بيجينا احيانا اللي هو على طريقة اللي هو التيمز مصطلحات ممكن مصطلح تجينا في كلمه او كذا هذا فوكابولري ممكن كمان الفوكابولري هذا كمان تجينا ماتش choose على طريقة اختر او على طريقة اللي هو ماتش وصل وفي بعض المصطلحات مرقت معانا هنا بنات ممكن نستخدمهم في اللي هو definitions تعريفات كويس بنات لو اطلعتوا لي على ال reading and speaking في activity number 2 read the beginning of the article about happiness نقرأ عن الهابينس في عنا قطعة هنا على الطرف لو شفتوها بتتكلم عن What? Yes. سر مين؟ سر السعادة. وين كلمة سر؟ أبنات؟ secret. The secret سر صح؟ في عندنا article بتكلم the secret of happiness وفي عندنا reasons تحت خلينا نطلع على question number one work read the beginning of the article about happiness how did the scientist مين الساينتست علماء make their top 10 list بنقرأ المقدمة ونشوف اللي هو كيف اختاروا قالوا طبعا عاملين top 10 اللي هو مين reasons for happiness الآن لو اطلعتوا لي بنات you have one minute
تقرأوا لي من عند many people think. Many people think that being clever, rich, and what does it mean attractive? جذاب is the best way to find happiness. هذول هذا الثلاثة rich, being clever, rich, and attractive is the best way to find happiness. But according to a report, طبقا لمين؟ لا تقرير. In a New Scientist magazine, هذه مجلة علمية, these things aren't as important as we think. إنك تكوني being clever, تكوني rich, وتكوني attractive. مش ضرورية تكوني إنه يعني مش ضروري إنك these things aren't as important as we think. A group of scientists examined, yes, دققوا فحص وعملوا فحص, hundreds of research. What does it mean, research? Yes. Yes. هذه scientific study research. عملوا قاموا ببحث. عمل بحث research. قاموا بعمل research. مش كلمة search يبحث. Research هذه بحث. قاموا بعمل بحث علمي. Research studies from around the world. And then made. وبعديها عملوا a list of the top 10 reasons for happiness, and their list makes very surprising reading. والتن top reasons هدول اللي عملوهم العشرة عملوا هدول ممكن شوية surprising لنا, ممكن يكون صادمة للناس. بنات مين تقرأ من عند many people think that, yes, scientist. في بديل يا بنات عن كلمة examine لكلمة examine, في بديل يا بنات synonym أو meaning لexamined زي كلمة test. test اختبرت, examine يفحص, test اختبرت أو checked, صح؟ دقق أو check أو test. tested, فحصوا, عملوا تدقيق. examine. hundreds, yes. Yes, so what is the answer of how did the scientists, the scientists make their top 10 list? Yes, how? Yeah. Yes, من عند بنات, they examined, yes. Yes, they, scientists, a group of scientists, examined hundreds of research studies from around the world. So, من خلال بنات, من خلال what? من خلال أبحاث ودراسات, عملوا فحص ودراسة لhundreds of studies من الدراسات حول مين؟ العالم. So, بعدين عملوا اللي هو عملوا حطوا اللي هو top 10 reasons for happiness, للسعادة. تمام؟ الآن تحت يا بنات لو اطلعتوا في عندي هاي توب, لكن not in any order, ليس لها أي ترتيب, محطوطات list وخلاص. Friends and family, هذا سبب من الأسباب, one reason, إنه يكون لك friends and family, هذه أصدقاء وعائلة. Money, ممكن يكون one reason for happiness, ممكن يدل الماني للسعادة. Being married, واحد يقول والله أنا متزوج أو أنا بتجيب لي أنا لا كوني متزوج أنا سعيد. Helping others, مساعدة الآخرين. Your genes,
جيناتك حتى احيانا يور جينز بلاي ابارت، تلعب دورا كمان حتى بتولد جيناتك بتاثر على الهابنس. اوف كورس من خلال دراسات الجينات بيطلع واحد كشر لله في لله، وفي واحد بيطلع شكله مريح وشكله سعيد. الجينز كمان being attractive، yes تكون جذابا لناس، بتقول لك والله being attractive هذه is a reason for being happy، ان اكون سعيدا هذه ان اكون جذاب انا والله هذه بالنسبه لي هذه happiness. وكمان growing old، لانك تكوني تكبر تقول يا الله وقت ايش اكبر وانا بسط واشوف عندي اولاد واشوف عائله، هذه growing growing old ان اكبر اكبر، هذه واحد one of the reasons that may تكون من الريزونز اللي بتعمل عندنا هابينس. وكمان البنات اللي بعدها ريليجن ديانتك بينج مسلم اسلام بينج مسلم تكوني مسلمه، هذه ريليجن ديانتك من مداعي او انك تكوني ايش هابي. تمام. كمان not wanting more than you have got، عفوا yes in intelligence، what intelligence؟ ذكاء، من intelligent، intelligence ذكاء جاي من كلمة intelligent ذكي، yes the intelligence ذكاء، not wanting more than you have got. يعني إيش بديلة عنها يا بنت؟ أن تكوني إيش تكوني؟ قنوعة، تكوني راضية وقنعانة، yes satisfaction satisfied، تكوني قانعة، أكون راضي بالأشياء الموجودة عندي، هذه قمة السعادة، أن ترضي بما قسم الله لك، right؟ هذه السعادة. هدول الريزونز يا بنات، لو أنا قلت لكم you have one minute تعملوا إلهم يا بنات اللي هو مين ordering، ترتيب معين لكم. طبعا إحنا كلنا حنكون different، حنكون مختلفين، كل واحد according to him، كل واحد طبقا لكيف بحس إنه ممكن تكون number one for me. for example على سبيل المثال أنا بالنسبة لي ممكن religion إسلامي ممكن number one، ممكن being married number تكون number one، ممكن number two، ممكن being married لواحد تكون number one، ممكن لواحد ثاني money يحطها number one، ممكن لوان يحط family and friends عائلة وأصدقاء، أكون عندي إلى عائلة وأصدقاء هذه أهم حاجة عندي، فعلا قمة السعادة. تمام. مين تحط لي بنات الثري تعمل لي إلهم طب أخذتوا هذه الكلمة بنات؟ خدتوها في توجيهي. أولوية صح. أولوية أهمية. خدناها برايورتي، أخدنا اللي هو إيش توب برايورتي صح. أولويات، في أولويات. لو حط لو قلت لكم بنات بس جست ثري حطوا لي نمبر ون، إيش بيختاروا بنات؟ ريليجن فريندز يس أند فاميلي ماني، ممكن ماني ليش لا ليش لا ليش لا، being married ليش لا. تمام. يكون متزوج الواحد كون عيلة أسرة مبسوط في حياته، yes. طيب look at these reasons for happiness put them in order from 1 to 10، هذا المطلوب منا نرتبهم من 1 to 10، ترتبيهم لآخر لواحد لآخر 10. ممكن واحد يقول لي أنا في الآخر أحط number 10 أحطها your genes، الجينات تلعب دورة لكن الحياة والكذا تغير مني، وممكن الجينز تقول لك لا تكون لا ضروريه وكذا. ممكن واحد يحط لي بنات انتليجنس ذكائي يكون قمه سعادتي انا. تمام. وي ديفر فروم ايتش اذر، نحن نختلف عن بعضنا البعض صح بنات، استحاله نكون كلنا نطلع تيبيكال، مش صحيح مزبوط. حنروح لبيجي بنات في 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 النص عندنا بنات، حنشوف ال10 كيف عاملينه بنات. هيهم هان في 3 go to page 112 نشوف ايش حاطين يا بنات التوب، كيف مقسمينهم according to what يا بنات research، طبقا للبحث عملوه ل hundreds، مش كمان واحد ولا اثنين، ميات. go to page yes 112 112 يا بنات نروح. نعم
Yes. The top 10 reasons for happiness. Your genes, number one, حاطينهم بنات. شايف صادمة إنه الجينات اللي في داخلنا play a big part in our happiness. تلعب دورا كبيرا في سعادتنا. Some people are simply born happier. في بعض الناس تولد سعيدة لله في لله هيا. Than others in a study. طبقا لدراسة مكونة من 4000 adults. مين الأدلت؟ بالغين ويكونوا الشرط توينز كمان إخوة اثنين كمان توأم. واحد واحد لا. طبقا لمين للجينات؟ differences فروقات in their genes في فروقات where the main reasons for their different levels of happiness so your genes number one what comes next ايش بيجي number two being married رقم اثنين دراسات بتقول تكون سعيد وفعلا دواعي سروري ان اكون متزوجا عندي اسرة عندي عائلة all studies كل الدراسات بتقول Who can read يا بنات؟ مين تقرأها؟ Yes. Yes. قرأت انت؟ Yes, please. مين دو يقرأ؟ أيوة. مين الكابلز؟ اثنين الزوجين الكابلز. Husband and wife. أفضل من السنجل. حتى لو في الغرب عايشين بدون يكون متزوجين عادي بكونش بكونوا زي لما يكونوا مرتبطين رسمي في الأخيرة just living together أن أعيش معاه مع شريكي without being married doesn't have the same effect ليس تأثيره كما أكون أنا فعلا legally بشكل رسمي متزوج تمام إذا number two being married genes number one being married number two friends مهم كتير لfriends and family yes Three. مين اللي close friend؟ مقربين close مقرب صديق مقرب yes. Of money. Yes their own عايش بحاله مفرد ولحاله in their own تمام؟ Not wanting not هذه مهمة كتيرة جاي number four أن أكون قانعاً أن أكون قانعاً not wanting more than you've got. People who expect to have a successful career يكون عنده career what career مهنته lots of money يكون عنده كاريره عنده المهنة and the perfect relationships علاقات اجتماعية كبيرة aren't as happy as people who accept what they have got يا الله لو إنه عندي كارير كويس يا الله لو عندي عائلة ولو عندي أصدقاء لكن لو أنت قبلانة أحسن لك باللي موجود إذن not wanting more than you've got Very important. Number five, helping others. Studies by psychologists, علماء النفس, in different countries show that when you help the people, لما تساعد الناس, إيش تأثيرها? It's not only good for them. ليس فقط لهم كويس. It also makes you feel happier. تمام. Number six. Religion. Number seven, being attractive. Number eight, growing old. Studies show that old people are happy as often as young people and are unhappy less often. This is probably because they spend more time doing the things they enjoy. بعد ما يخلص ويكبر بيسوي أشياء هو بيحبها بيعملها. Money. When you are poor, money can buy you some happiness. However, when people have enough money to live comfortably, more money doesn't make them happier. تمام؟ يعني الفلوس not all in all, مش كل حاجة في حياتك. تقدرش تشتري لك happiness, to buy happiness, the money. الأخيرة, intelligence. What does it mean, surprisingly? من المدهش, من surprise. This has very little effect. لها تأثير الذكاء. شوف كيف. مش ضروري يعني إنه تكون ذكية. جاية in the اللي هو مين what in the bottom of the list. في قاع القائمة صح.
effect on happiness, being able to get on well with people is much more important. أن تكون قادرا أن تتعايش مع مين؟ مع الناس أفضل than how intelligent you are. أفضل من أنه أنت تكون وتشعر بمين؟ باللي هو الذكاء. تمام؟ إذن بنكون بنات خلصنا الفوكاب اللي في الطرف الأول وأخذنا اللي هو الماتش تبعهم وتكلمنا عن 10 reasons for being happy, 10 أسباب للشعور بمين؟ بالهابينس, بالسعادة. وعملنا طبعا لهم اللي في دراسة معينة حطت التوب 10 وتركت كل اللي هو to choose إنيات بالنسبة لك أفضل اللي هو مين option, أفضل خيار في التوب reasons. طيب يا بنات روحوا لي بنات please go back, نرجع تاني please go back. Yes. Listen and write two things that make each person happy. في عنا في الصورة يا بنات في ال في في الصورة الثانية في عنا أشخاص. Look at what's his name? What's Fiona, Maxi, and number three. كارولاين فيونا ماكسي كارولاين رايت. الان بنات في عنا اللي هو الكويستشنز اللي على الطرف عشان بدنا نشتغل عليهم اللي هو listen and write two things that make each person happy. بدناش اليوم احنا بس بدنا نشوف answer these questions وبدنا نطلع على الكويستشنز بس الموجودات من number 1 لنمبر 9. Who can read number 1? How often does Fiona teach yoga? Question number one. How often does Fiona teach yoga? مكتوب تحت three times a week. تمام؟ احنا مش هنشتغل على لسنا ونات بس هنشتغل عليهم عشان بدنا التدريب تبعهم الثاني اللي على الطرف الثاني فبدنا نطلع بس عليهم have a look. لو قلت لكم يا بنات how often does Fiona teach yoga? What tense is it? أي tense الموجود how often does Fiona teach yoga? أي تنس الموجود؟ أي زمن اللي اشتغلنا عليه سأل فيه؟ present simple؟ أي verb بيّن عنا؟ إيه؟ أي verb بنات؟ موجود عنا does صح؟ موجود عنا does هذا لأي زمن؟ present mean؟ present simple. طيب و number two, what is Fiona's son doing? number two present mean؟ continuous. What did Fiona do last ماضي عرفتها من مين يا بنات؟ من did. How many songs has Maxi written? Has هقولكم ثلاثة واختاروا منهم present simple, present continuous, present perfect. Perfect بتكون من has عشان الآن نكتبها يا بنات هنا present perfect بتكون من has و have زائد التصريف الثالث. What did he put عرفتها من ماضي past did. How many countries has he been to? Present perfect. Who does? Present simple. Who what makes? Present simple. Who visits? Simple. تمام يا بنات. الآن so let's move to الآن هذه مطلوبة. إذن مطلوب منا في بيج نمبر 1 يا بنات اللي هو الاكتيفيتي الاولى تاعت الفوكابولري ححط عليها تك. اول تمرين اخذنا اكسرسايز نمبر 1 مطلوب تك بدي اياه تبع اللي هو ويك اند اكتيفيتيز هذا لازم اكون تمام بيرفكت فيه. والتوب ريزونز يا بنات لو اخذنا في القطعه وجدتنا قطعه ريدنج خفيفه عنها وتسالني شويه اسئله عن القطعه هذه اكون عارفها. اذا اول قطعه مرت علينا تاعت ذا سيكريت اوف مين هابينس. And let's move يا بنات للجرامر اللي بدنا اياها help with the grammar question forms وعندها ونقف يا بنات. تمام so weekend activities بدنا اياها
توب او 10 توب ابنات تو 10 توب ريزونز فور وات ابنات اللي هي بين قوسين بنات ذا سيكريت اه برضو بدي اياها الان 3 بدنا الجرامر فيونا فيونا visits relatives 3 times a month. لو حطينا بنات قلت لكم هان بدي التنس هذا visits what tense a present simple إذن هذا لو طلبنا عن البريزنت المضارع البسيط بنات نعمل الفورم بنات الفيرب هاي الفيرب في فيرب 1 بنات تمام هو فيرب 1 صح بلس اس بكون مع اس او ايش بنات بدون اس مع مين بنات مع اللي بالاس مع الهي والشي مع المفرد والات سينجولار واللي بدون اس الاي والذي والوي واليو تمام الجامع خلينا نقول البلورال اه تمام مع هذا الاي هذه تعامل معاملة المفرد بنات صح طيب بنات اذا عرفنا انه المضارع البسيط بتكون من الفيرب مضاف له اس او بدون اس تمام لما تكون في حاله البوزيتيف طب لما بدنا نفيها يا بنات كيف انفيها اعمل نيجاتيف لها دازنت بروح بجيب بنات في حاله النيجاتيف نعم doesn't زائد الانفينيتيف صح برجع الفيرب لاصله للمفرد والجامع don't طبعا هو اصلا انفينيتيف لحاله بكون موجود مظبوط والكويشن بسال مين بسال طبعا بسال بضاز او مين زائد طبعا السبجكت زائد الانفينيتيف الفعل في الاصل صح الآن بنات فيونا visits relatives 3 times a month who can change it into negative مين فيها بنات yes أيوة doesn't visit برافو عليكم لازم أرجع الفيرب إلى مين يا بنات إلى الأصل صحيح فيونا doesn't لو قال لي فيزيت ولا فيزيت نيات الانسه بنات فيزيت تمام هذا نيجاتيف بنات تمام هو كانت ميك ات انتو كويشن مين يعمل لي اياها بنات سؤال الان في عندنا انواع كاينز اوف كويشن انواع من الاسئله في يس وفي دبليو اتش وفي عنا كمان احنا نتعرض بنات للتاج كويستشن للسؤال المذيل اللي بيكون في اخر يس خلينا نعمل يس نو كويستشن في الاول يس داز فيزيت ولا فيزيت ايه بدون اذا في حالتين بنات برجع الفيرب الى الاصل لما انفي وأسأل في الجملة العادية ما فيش مانع لأنه أصلاً هي الجملة بريزنت سيمبل يبقى بدون أس صح؟ لكن لما أعمل نيجاتيف بدون لما أعمل كويستشن برضو بدون بس هذا نعم؟ لما يكون إثبات هيها مثبتة يس لما تكون في حالة ما تكون بوزيتيف هي فيزيتس شي فيزيتس إت فيزيتس لكن فيونا دازنت
فيزيت ممنوع عصر. لما عمل كواسين داز فيونا فيزيت. إذن حالتين برجع الفيرب إلى الانفينيتيف في حالتين نيجاتيف في حالة مين؟ الكواسين. هذا بنات لما عملنا اللي هو إيش؟ يس نو كواسين صح؟ لأن لو بدي أسأل عن الثري تايمز ويكون دبليو اتش ويكون الجواب ثري تايمز امان ثلاث مرات في الشهر ايش الكواشن وارد الكلمه اللي بدي اياها عشان نوزعها يا بنات الان هاي عندي مطلوب منا هان بدنا نجيب الكواشن وارد هاي بدنا الكواشن وارد مفتاح السؤال بدنا مين كمان بنات ايش في بعديها في بنات الهيلبينج اللي هو بنقول عنه بنات اوكزيولاري الفعل المساعد الفعل المساعد طلعوا علي بنات هي مكتوب كلمه اوكزيولاري وات داز ات مين اوكزيولاري بنات فعل مساعد بدل ما نقول هيلبينج فعل مساعد بنقول عنه الاوكز هاي يا بنات هذا فعل ماله فعل مساعد it means helping وقلت لك يعطيني ال helping verb بتقول بتقول المقصود فيه الأوكزيلري صحيح هو الأوكزيلري الفعل المساعد بعديها بنات subject الفاعل اللي قام بالشغلة subject وبعدين ال verb بعدين التكملة تكملة الجملة الآن لو بدي أسأل طبعاً لما بدي question word بكون بسأل عن معلومة في داخل الجملة صح؟ بكونش سائل بيس نو يس نو هذا بتكون بجاوب أو لا does بتقول يس شي does أو نو شي doesn't لكن لما بقول لك كم مرة تزور فيونا أقاربها بتقول ليش يس أو تقول نو بكون أجابتي مش مزبوط أنا بسألك عن معلومة بتقول ليش يس بقول لك هل هي كذا لا بتقول لي لك تقول لي كم مرة عشان نجاوب عليها؟ عدد المرات إيش لما نسأل بنات عن عدد المرات؟ طلعوا بنات كلمة how often مش often معناتها بتكرر كم مرة تكرري كلمة often عادة مش how many مقبولة كم عدد المرات بس هذه للتكرار بنات أنسب من how many لو واحد ممكن أقبل أقول how many times كم مرة بتزور لكن عشان بتكررها نستخدم مين بنات how often تمام أولى محلولة How وين الأوكزيلري الفعل المساعد هاي اللي هو حنجيب له مساعدة اللي بالأس هاي بالأس يا بنات قلنا إيش بنجيب له does واللي بدون أس بنجيب له do مين هي مين الشخص وين الفيرب اللي بدي إياه visit مين تكملة الجملة اللي هو مين relatives صح و 3 times او لما نقول لها how often does هي بتعمل مثلا ثلاث مرات او كذا بتزور اقاربها ثلاث مرات لو كانت كم مره بتعمل teach بتدرس يوغا مثلا ثلاث مرات مرتين او ثلاثه المهم تكمله الجمله هنحط احنا الان كلمه اللي هو مين في الجمله السؤال الاول الموجود عندكم يا بنات اللي هو how often does Fiona teach yoga classes تمام وهنا هنحذف بس هنحط كلمة relatives ومش هنحط كلمة three times بنات لأن سألت عنها صح إذن بنات present simple تاني كمان مرة بنات نقلوني التكوين تبع present simple المضارع البسيط ال verb plus ال s أو بدون s مين اللي معه ال s اللي هم ال he وال she وال it singular وال I وال they وال we وال you بدون s لما بدنا في اللي بال s مين بجيب لها doesn't واللي بدون دون وبسأل سؤال بدو او بدز صح تمام هذا اللي هو مين لبريزنت سيمبل طيب يا بنات الان بنات لو سالنا او خلينا نكمل هذه الجمله عشان المعلومه الان فيونا از ذا سبجكت صح وفيزيتس از ذا فيرب والريليتيفز الاوبجكت المفعول والثري تايمز هذه اللي هو عدد المرات وتكمله الجمله الآن إحنا سألنا عن كم عدد المرات رايت كم عدد المرات وسألنا بهاو مين هاو أوفن الآن لو حطينا خط تحت فيونا هي موقعها يا بنات موقع وات سبجكت الفاعل
براو عليك. وحسأل بهو. لما أسأل بنات بمين حسأل بهو عن مين؟ عن فيونا. وحسوي إيش بيسوي فيه فيونا؟ نحذفها لأنه فيونا. الآن لما تكون هي محل السبجكت بعوز زي ما عوزت ضز أجيب لها يا بنات. بنفع أجيب لها ضز لما نسأل عن السبجكت يا بنات عشان ناخد بالنا. لما نسأل عن الخانة الأولى سواء كانت بيبل ناس بيرسونز ولا ثينجز أشياء بدي أخد بالي منهم بيكونوا رقم واحد هذا السبجكت صح؟ مثلا ذكر مزبوط على سبيل المثال بينج مارد أن أكون متزوجا الفاعل صح؟ مزبوط؟ في أول الجملة هذا بيكون السبجكت سواء شخص أو بيكون غير عاقل مزبوط بس بيكون نمبر مين؟ نمبر وان هذا بيكون السبجكت. أنا لو بدي أسأل عنه إذا كان عاقل بسأل بهو وإذا كان غير عاقل ممكن أسأل بويتش أو أسأل بوات صح؟ من فأسأل لما يكون غير عاقل أسأل عنه بهو؟ لا. لأن من تكمل لي يا بنات عن لو كانت السؤال عن فيونا هذه طيب تكملة الجملة قلنا هو اتفقنا عليها هو إيه؟ هو فيزيتس وبنجيبش مساعدة يا بنات بنجيبش يعني هنحط مطرح الضز يا بنات إيش؟ هنحط شرطة يعني سبيس فاضي مش لازم لأنه إذا سألت عن السبجكت لا نحتاج فعل أوكزيولاري فعل مساعد تمام لأنه سألت عن مين؟ عن اللي هو السبجكت في الحالة هذه بنات اللي هو الهو بتكون محل سألين إحنا عن السبجكت ولا عن الأوبجكت؟ سبجكت. إذا لما أسألك عنها يا بنات وأقول لك مثلا على سبيل المثال هو محلها سبجكت ولا أوبجكت حتقولي لي عنها بنات ما دام سأل عن الأول حقول عنه سبجكت. إذا سألت عن اللي جوا على طول من الآن حتقولي لي ساعتها سبجكت ولا أوبجكت؟ أوبجكت كله عدى الآن صار أوبجكت. عرفنا الفرق يا بنات؟ إذا سألنا عن الخانة الأولى اللي بتكون رقمها واحد بنسأل عنها بهو أو وات رقم واحد بيكون السبجكت سألت عن السبجكت. إذا سألت عن اللي جوا الآن بعد كده بصير محل الأوبجكت محل المفعول. ساعتها بنات لما أسأل عن السبجكت الفيرب المساعد إيش بس إيش يا بنات إذا كنت ده بحطه شرطة عشان لو طلعته كده يا بنات الآن في الإكسرسايز الموجود عندي هان في التمرين اللي فوق يا بنات هنا موجودة يا بنات شايفين يا بنات في تمرين نمبر 3 3 فوق Who lives be لو قال لك مثلا على سبيل فيونا lives with you فيونا كانت تسكن معك وسألت عن فيونا بشيل فيونا بجيبش does بكون هو محل السبجكت ولا الأوبجكت السبجكت يعني لو كانت الجملة في نمبر 3 زي كده بنات أحد عايز حد من هنا بنات عايزينها طيب صوروها بنات وبكون نازل أصلا حيكون موجود حيكون موجود إيه تمام قديش ساعة بالضبط طيب خلاص يعطيكم العافية بنات